توقعات إيجابية من جانب صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، وسط تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة ووصول النمو إلى أدنى مستوى في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين. لكن الصندوق حذر من كثرة المخاطر التي تهدد مسار النمو العالمي. وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، حذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ الزخم في جهود التصدي للتضخم، ما قد يرجئ خفض أسعار الفائدة ويعزز ضغوط قوة الدولار على الاقتصادات النامية التي تعاني ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. صندوق النقد أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2024 دون تغيير عن شهر إبريل عند 3.2%، ورفع توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3%، في حين خفض الصندوق توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6%، لتعكس استهلاكاً أبطأ من المتوقع في الربع الأول من 2024. توقعات أكثر إيجابية لنمو ثاني أقوى اقتصاد في العالم، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين إلى 5%، ما يتوافق مع هدف الحكومة الصينية لهذا العام، مدعوماً بانتعاش استهلاك الأفراد في الربع الأول وقوة الصادرات. نمو عالمي مستقر للعامين المقبلين وتوقعات إيجابية للغاية بشأن الاقتصاد الصيني الذي من المرجح أن يكون المحرك الرئيسي لتعزيز النمو العالمي، على الرغم من استمرار التضخم العنيد الذي يعرقل الاقتصاد العالمي خاصة في الدول الأقل تقدماً.